الباحثون السوريون سنعيد كتابة العلم بأبجدية عربية. احتمال وجود نوى خالية من البروتونات. أصاب الاكتشاف المحتمل لنوى ذرية ذوات 4 نيوترونات وبدون بروتونات علماء الفيزياء بدهشة وعجبا كبيرين، وإذا ما قامت التجارب القادمة بتأكيد وجود رباعية النيوترونات هذه فإنها ستكون أول مثال على نواة معتدلة الشحنة، أي أنها ستكون مثالا على شيء من المستحيل وجوده وفق العديد من النظريات. ويرى بيتر شوك عالم الفيزياء النووية النظرية في المركز الوطني للبحث العلمي في فرنسا وهو من غير المشاركين في هذه التجربة أن هذا الاكتشاف سوف يكون نبأ مثيرا لو تم تأكيده. وجد باحثون من مؤسسة ريكن البحثية في واكو في اليابان أدلة على وجود نوى رباعية النيوترونات عندما أطلقوا حزمة من نوى الهيليوم الغنية بالنيوترونات. كانت النواة مكونة من بروتونين و6 نيوترونات نحو سائل مؤلف من النوع الأكثر شيوعا من الهيليوم الذي تحوي نواته بروتونين ونيوترونين. ينتج عن هذا التفاعل أحيانا نوى البريليوم التي تتكون من 4 بروتونات و4 نيوترونات وتتبقى 4 نيوترونات من ناتج هذا التفاعل. وبالرغم من أن العلماء لم يرصدوا نتائج التفاعل الأخير هذا بشكل مباشر إلا أنه يمتاز بصفات التجمعات الرباعية من النيوترونات، فقد دامت هذه النوى رباعية النيوترونات لمدة جزء من بليون جزء من جزء من تريليون جزء من الثانية قبل أن تقوم بالتفكك لجسيمات أخرى. سيحتاج علماء الفيزياء للقيام ببعض التحريات الإضافية قبل أن يتأكدوا من وجود نوى رباعية النيوترونات، على الرغم من أن شوك يرى أن هذه الدراسة تقدم أدلة أفضل من العديد من الادعاءات السابقة لوجود مثل هذه النوى. إن النوى رباعية النيوترونات محيرة جدا لأنه لنفترض النيوترونات ألا تتجمع إلا بحضور البروتونات، وبحسب ما يراه شوك سيدفع تأكيد وجودها وضعي النظريات لاقتراح نوع من قوى جذب المتبادلة بين النيوترونات لتفسير هذه النوى الغريبة جدا. ممنوع تواجد البروتونات، كان هذا الشعار في تصادم نوعين من نوى الهيليوم في مختبر في اليابان، حيث نتج عن هذا التصادم نوى بريليوم ونوى رباعية النيوترونات، أي تحتوي كل منها على 4 نيوترونات ولكنها لا تحتوي على بروتونات.